مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية الصعبة للطبيبات المتزوجات، للسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري، وليتفضل أحد النواب مشكورة. تفضلوا السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس المحترم، السادة النواب المحترمين، السيدات النائبات المحترمات، السادة الوزراء المحترمون، السيد الوزير لقد أبى العرف عند جميع الوزراء السابقين بأن يتم تعيين الطبيبات المتخصصات المتزوجات في محيط جغرافي، وهذا المشكل راه وقع ضجة في 2007، التعيين ديال الفوج ديال 2007، لذا نسائلكم السيد الوزير ما هي الإجراءات التي اتخذتموها في هذا الإطار، وشكرا السيد الوزير. شكرا لكم، تفضلوا السيد الوزير المحترم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، أريد أن أشكر السادة النواب على سؤالهم الهام التي تتعلق بها الإشكالية حقيقية اللي مطروحة في بلادنا وطرحات خصوصا سنة 2007 كما جاء في تدخل السيد النائب المحترم. هذه الإشكالية فهي مبنية على واحد المعادلة اللي تصنع نطرحها على أنفسنا. الإشكالية الأولى وهي تتشكل أساسا في حق الساكنة في الولوج إلى التطبيب خاصة في العالم القروي والمناطق النائية اللي هي أولويات الأولويات بالنسبة للحكومة وهي خدمة المواطن. والإشكالية الثانية وهي أخذ بعين الاعتبار الخصوصية الاجتماعية لبعض الطبيبات المتزوجات. وحقيقة سنة 2007 طرحت إشكالية بقوة لأن كاين 65% ديال المتخرجات اختصاصيات هما طبيبات. وبالتالي بحكم شساعة الخصاص اللي كاين على الصعيد الوطني، إلى خدينا بعين الاعتبار هذا الجانب اللي طرحتيه، فهذا تعني بأن غنخليو بعض المناطق بدون أخصائيين، وهذا لا يمكننا أن نقبله. وبالتالي في هذا الإطار قامت الوزارة باعتماد معايير سنة 2008 لتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بخصوص التعيينات، ووضعت تقنين التعيينات وتنظيمها بمقتضى مذكرة وزارية بعد التوافق مع جميع النقابات الأكثر تمثيلية. وتم اعتماد معايير الغاية منها تدبير حركة التعيينات بنوم الحكمة الجيدة، وتتم هذه التعيينات الجديدة في المناصب المفتوحة عن طريق القرعة وبحضور المعنيين والمعنيات إذن بالأمر وممثلين عن الإدارة والنقابات. ولمزيد من الشفافية والنزاهة تمت كذلك وضع لجان تتبع وطنية جهوية ومحلية تضم ممثلين على الإدارة والنقابات خلال جلسات اختيار المناصب المفتوحة. ومن أجل تشجيع الطبيبات المتزوجات الالتحاق بالمناطق النائية، فالوزارة عملت على وضع آلية جديدة مرضية لهن وتتلخص في إعطائهن سنتين إضافيتين في الأقدمية في تاريخ التعيين الحالي، وشكرا. شكرا السيد الوزير. تفضلوا السيد النائب المحترم. السيد الوزير المحترم، غير السيد الوزير المحترم ما كاين شي اشكال اللي ما عندوش حل السيد الوزير، لان الطبيبات هما متزوجات وراه ماشي كلهم بقاو معنيين بهاد التعيينات. كاين بعض الطرق اللي استعملوها بعض الاطباء ورجعوا تراجعت الوزاره في التعيينات ديالهم. ولهذا السيد الوزير كنطلبوا منكم باش احنا مع الشفافيه ومع الديمقراطيه في التعيينات، والمناطق النائيه هي راه كتسنى الواجب ديالها لان هذا حق ديال المواطن. ولكن السيد الوزير نغون ناخذوا، لان هذيك الطبيبه اللي غادي تعين راه ما غاديش تخدم، علاش؟ لان ما غادي تكونش هي مرتاحه. ولهذا السيد الوزير خاص يتلقى شي حل جذري، وشكرا السيد الوزير. شكرا لكم. تعقيب السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد النائب المحترم على التعقيب ديالكم. ونحن كنا متفقين على انه من الضروري ان نعطي الاولويه الى خدمه المواطن، ومن جهه اخرى ان نراعي الاشكاليات الاجتماعيه اللي طرحتي. ولكن نتفقوا جميع على جوج ديال النقاط. النقطه الاولى وهو انه منذ سنه 2008 2009 هذا المشكل ما بقاش مطروح،
تنتكلموا على امور ديال 2007. اذن هذه العمليه ديال الشفافيه عطات النتائج ديالها. النقطه الثانيه كذلك اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار وهو انه اليوم تخصنا ننوهوا بهاد السيدات، لان 130 سيده من اصل 160 التحقوا بالمناطق النائيه واليوم رجعوا لوليداتهم، وهذا تعتبروا شيء ايجابي. شكرا سيد الوزير.